سعدتم اوقاتا، اهلا بحضراتكم الى جوله جديده من جولات الان. تجاهلت وسائل الاعلام الامريكيه وكل وسائل الاعلام العالميه زياره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحاليه للعاصمه الامريكيه واشنطن، ليقف الاعلام التركي وحيدا امام مقر اقامه الرئيس التركي في واشنطن. شهدت الشوارع المحيطه بالبيت الابيض تظاهرات رافضه لزياره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى البيت الابيض، اذ اتهمه عدد من المشاركين بدعم تنظيم داعش الارهابي، فيما ردد مشاركون اخرون هتافات رافضه للزياره، حيث قالوا الى الرئيس التركي انك غير مرحب بك هنا، كما اتهموا اردوغان بدعم تنظيم داعش الارهابي وارتكاب جرائم ضد الانسانيه في الشمال السوري. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، ينضم الينا في الاستوديو. استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ احمد، وبسعد دايما بلقاء حضرتك. حضرتك من الذين يحملون وجهه نظر مفادها انه ما كان للرئيس التركي ولا لنموذج العداله والتنميه ان يقود تركيا الا بدعم صريح او ضمني من الولايات المتحده الامريكيه، ويبدو صحيح ان الاداره الامريكيه تغير استراتيجيتها او طريقه تعاملها. من اين اسست هذه الوجهه؟ أسستها منذ بدايتهم، يعني الناس دي منذ بدايتها كانت في السجون زي عناصر تنظيم الإخوان كده في مراحل معينة، كانوا في السجون لأنهم بيتبنوا أيديولوجيات تحمل قدرا كبيرا من التشجيع على الإرهاب بل وخلق الإرهاب. ثم فجأة وهم في السجون ومفروض عليهم حظر سياسي، إما حظر ممارسة السياسة أو هم في السجون نتيجة ممارسات لها علاقة بالإرهاب والفكر المتطرف في مجتمع يفترض أنه منفتح وعايز يبقى جزء من الاتحاد الأوروبي، ثم فجأة تتدخل الولايات المتحدة ودول أوروبية تابعة للفكر السياسي الأمريكي لتضغط باتجاه رفع الحظر عن طيب أردوغان ومنع القضاء التركي، المحكمة الدستورية التركية، من إصدار حكم ب عدم شرعية حزب العدالة والتنمية، يرفعوا الحظر عن أردوغان ويدوا ضوء أخضر يسموه لسي باسي لسي فير، دعه يعمل بقى دعه يمر علشان يدخل الانتخابات بعد رفع الحظر، ثم ويدخل الانتخابات في مناخ بقى في فساد سياسي كبير. عشان كده أنا كل ما أسمع عن تعلية نغمة الفساد في الدول العربية دي، يعني هو طبعا في فساد إداري في الدول العربية ويمكن أكثر من إداري في بعض الدول، لكن النغمة لما تتزايد بهذا الشكل، شوف الدول العربية كده كل دولة بتقع بيبتدي النقطة الأولية بالفساد، كان ساعتها مسعود يلماز لو تفتكر وتانسو تشيلر، كل دول وصموا بالفساد لتمكين أردوغان من الفوز، بقى مش بس من المشاركة في الانتخابات لكن أيضا من الفوز. ليه؟ لأن له أدوارا يريدونها، يريدون منه أن يلعبها في العراق قبل الحرب وأثناء الحرب الأمريكية على صعود العدالة والتنمية، كان صعود قاعدي، يعني أتى من البلديات ومن البلديات الوازنة وتم تقديم بعض النماذج الأخاذة لقطاعات من المواطنين ثم البناء عليها. على خلفية كيف كان الولايات الخلفية الأولانية إن في فساد والأمريكان شاركوا بالأدلة في وصم بعض القادة الأتراك، وهم طبعا كانوا فاسدين، لكن كشف هذه الأدلة للرأي العام ده ساعد بشكل أو بآخر أردوغان. ثم الأكراد اللي هم دلوقتي في عداء كبير بينهم من حزب العداله والتنميه شاركوا بشكل اساسي في تمكين اردوغان لانه ضحك او خدعهم خدعه كبرى، والاكراد في التاريخ يعني اكثر شعوب العالم تعرضا للخداع السياسي، حتى ده في الثقافه الشعبيه المصريه، يعني غير ما يعني نتكلم قوي، لكن بيتعرضوا للخداع، فهم اللي دعموه لان هو اشتغل على الطبقات الدنيا ومنهم العرق الكردي اللي هو يعني حوالي ثلث الناخبين ادوله أصواتهم ودوش للحزب الكردي اللي كان موجود ساعتها. الانقلاب اللي حاصل دلوقتي بقى نتيجة انكشاف كلا المشروعين، المشروع الأمريكي والمشروع التركي، فوصلوا نقطة تصادم، كلاهما استخدم الآخر في مرحلة معينة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية وجيوستراتيجية معينة في المنطقة، ثم عند نقطة معينة ظهر التصادم. ظهر ليه؟ لأن المقصد النهائي لكلا المشروعين يبدو أنه اقترب. تركيا خلاص ابتدت بعد ما الإخوان وقعوا في مصر، كشف أردوغان وجهه الآخر أنه هو عايز فعلا إمبراطورية أو سلطنة جديدة بشرعية دينية في الشرق الأوسط وامتداداته، والولايات المتحدة عايزة تكمل مشروع الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط الكبير اللي هو بالمناسبة داخل فيه تركيا وداخل فيه إيران مش الدول العربية بس. فاصطدم المشروعان وابتدينا نشوف تباين ومرحلة عض أصابع مين فيهم حيزعن
للمشروع الآخر، وهذا ما نرى مظاهره الصدامية الآن، وكل أوراق الضغط من الطرفين شغالة بقى، إذا كان ضغوط اقتصادية أو تركيا تروح لروسيا أو توسع إقليمي أو فتح ملف الغاز في الشرق المتوسط، كل الأوراق أصبحت مفتوحة في الملعب، ومنها العلاقات التركية مع إيران. يعني لو حضرتك واحنا بنتابع مثلا زيارة أردوغان للولايات المتحدة، الملف الأكثر حدة واللي كان مطروح بقى من تحت أو خلف الكواليس هو موضوع أو ملف التحالف، أكبر من شراكة بقى، بين أردوغان وبين إيران للتحايل على العقوبات الأمريكية. فنلاقي أن القضاء الأمريكي بينظر قضية اسمها بنك خلق، مش هالك، بنك خلق الإيراني ده، لأن ده كان المنفذ، وده بنك رسمي ترك، إزاي يبقى منفذ لتحايل إيران على العقوبات وبمشاركة صهر أردوغان، ويبدو أن له أطرافا شريكة له داخل الولايات المتحدة نفسها. ففتح الملف في القضاء الامريكي غير بقى لعبه الكونجرس مع اردوغان، لكن لعبه القضاء الامريكي دلوقتي. طيب محمد، هو الخلاف التركي الايراني تاريخيا وقت الامبراطوريات القديمه خلاف تاريخي، والعوده الى يعني مد جسور الود، كانوا عملوا اتفاقيه اسمها ارض روم، اللي هي بيسموها ايرث روم، منطقه في تركيا ارض روم، واتفقوا ان ما يخشوش على ارض بعض. ان تعود هذه العلاقات في ضوء نظرة الولايات المتحدة الأمريكية للعلاقات مع إيران، أن تعود تركيا للتنسيق المباشر مع روسيا في ملفات مختلفة، والتعاقد على صفقة الصواريخ S-400. يعني هل أردوغان ابتلع أقراص الشجاعة وبالتالي أصبح يعني شاهرا سيفه في وجه الولايات المتحدة، ولا هذا يتم على الأقل تحت نظر الولايات المتحدة الأمريكية بما تريد هي؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، كل الأوراق أصبح يلعب بها دلوقتي، ما فيش إلا ورقة يمكن أو ورقتين اللي فاضلين في الملعب التركي الأمريكي والتركي الشرق أوسطي، ورقة المضايق التركية، والورقة الأخرى الأكثر خطورة هي ورقة الملف النووي. يعني دول الورقتين اللي لسه، يعني لأن ده هيبقى بقى كله تعدي خطوط حمراء، هيبقى تصادم. وهو بيستخدم الورق، هو بيعيد إحياء السياسة العثمانية القديمة اللي فيها بعدين مهمين قوي يا أستاذ. البعد الأولاني إنها سياسة قائمة مع في الفترة اللي قبل انهيار الإمبراطورية العثمانية، قائمة على اتباع سياسة عالية الخطر أو عالية المخاطر. أنا بقى حافة الهوية بخش بقدر كبير من المغامرة في ملفات معينة وفق حسابات سياسية معينة. هم تصوروا ساعة انهيار الدولة العثمانية وقبل ما تنهار إن دي سياسة ناجحة، لكن كانت النتيجة إنهم اتهزموا في الحرب العالمية الأولى، وفرض عليهم اتفاق مذل للغاية وهو معاهدة لوزان. أردوغان دلوقتي بيتصور أنه يعني بيستلهم من التاريخ لكن يستفيد من أخطاء الماضي، فبيلعب على لعبة روسيا. ولكن وهو بيلعب يمكن هو أكثر ذكاء شوية، هو بيلعب لكن حاسب إزاي ممكن يخرج لو يعني أصبح في وضع خطر. وأنا كنت بتابع ما وراء السطور في زيارته للولايات المتحدة، ويبدو أن هناك حلا مطروحا بشكل أو بآخر، والمشكلة فيه في تفاصيله بس شوية، اللي هو إيه بقى، يخلص إزاي؟ ما هو دخل نفسه في الموضوع، ما ينفعش يقول أنا هتراجع يا روسيا خدي إيه منظومة صواريخ، ما ينفعش. لكن يبدو أن اللعبة أن لا يتم تفعيل منظومة صواريخ S-400، لكن هو مقابل أن هو يدي للأمريكان هذا الامر الموافقه على عدم تفعيل، هتفضل قاعده كده زي البطه ما تستخدمش. مقابل ده عايز هو مكاسب كتيره، مكاسب بقى في الملف الكردي تحديدا، في ملف فتح الله جولن اللي هو شايف يعني اللي هو عايش نايم قايم بيه ده، وملف لكن هو في الملف التوسع الكردي في المنطقه، في الملف الكردي الولايات المتحده بعت الاكراد مسبقا ليس لتركيا، لكن على الأقل باعتهم بشكل مباشر أن السلاح لن يقدم للأكراد، وأن الولايات المتحدة بعدد جنودها حتى ولو كان محدودا سينسحب من مناطق وجود الأكراد. هو حضرتك فاكر مع بداية الغزو أو الاحتلال التركي لشمال سوريا، الأكراد كانوا قايمين قومة جامدة على الولايات المتحدة، إنما إيه الوضع دلوقتي؟ يعني تراجعوا. وأنا بقول لحضرتك حسابات الأكراد السياسية لازم نقرأ التاريخ والتراث المصري كويس جدا عشان نفهم. يعني هم دلوقتي احد المطالب الاساسيه على طاوله المفاوضات بين اردوغان وترامب كانت موضوع الراجل اللي اسمه مظلوم كوباني ده، اللي فجاه ظهر وكان عبد اوجلان جديد بيتزعم الحركه الكرديه، وهو راجل مع الامريكان قلبا وقالبا، يعني بيأتمر بامره.
يعني عشان برضو يعني ما نقولش احنا تركيا متبنية سياسة عدائية ضدنا لازم نواجهها ونضربها ونكسرها، لكن برضو الأكراد حركة انفصالية في جزء من الوطن العربي. فالأكراد دلوقتي خلاص كويسين جدا مع الولايات المتحدة، رغم ان مناطقهم بعضها سيطرت عليه تركيا وبعضها سيطرت عليه روسيا. والراجل ترامب زي ما قال، قال لك انا سايبهم دول زي طفلين صغيرين بيتخانقوا مع بعض. هو عايز ايه يعني؟ هو بيقول ايه قصده من الكلام ده؟ ايه طفلين بيتخانقوا؟ ان في الاخر يجوا لمين؟ لأونكل خلاص، وكل واحد يجي يراضي أونكل باللي هو عايز، يعني عمه ترامب، كل واحد كل طرف من الطرفين يجي يراضيه ويشوف عايز ايه. هو عايز ايه؟ عايز يستخدم الطرفين ضد ايران. الاكراد امتنعوا، خافوا. واحد اسباب التحالف او الشراكة التركية الايرانية هدف مصلحي مشترك انهم يمنعوا الحركة الانفصالية الكردية. فلما يجي بقى ترامب يقول للأكراد والأتراك أنا عايزكم معايا في الحلف اللي ضد إيران، ويلاقي أردوغان ممتنع شوية أو متحفظ لأن عنده حجم تجارة مع إيران 20 مليار دولار، وعنده ملفات الغسيل القذر بقى، المافيا، شغل المافيا الكبير بقى بينه وبين إيران، حاجة يعني لما نخش في تفاصيلها حاجة مريعة، مافيات بتعمل بشكل عالمي مش شكل اقليمي. استاذ محمد، على مستوى توزيع المناطق اللي حضرتك ذكرت انه ربما يتم العمل على صياغه تصور جديد لهذه المنطقه، العمليتين العسكريتين السابقتين لتركيا استطاعت ان تستولي من خلالهما على عفرين واعزاز والباب وهذه المناطق التي توسعت فيها كما ارادت، وربما عمدت الى تتريك بعض هذه المناطق. روسيا اعطت ضمانه للاتراك بالوصول لعمق 32 كيلومتر تقريبا تعود بموجبها الفصائل الكردية، وهو ذات العمق الذي اتفق فيه اردوغان مع الإدارة الأمريكية. التصور لهذه المنطقة كيف سيكون؟ رسائل الطمأنة التي تريدها تركيا او التي يمكن ان تقدمها تركيا بواقع التنازلات؟ هي امر شديد الصعوبة، يعني الكلام اللي هم عايزين يحققوه ده عمليا صعب جدا. هو اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان كل طرف من الاطراف دي بما فيها ايران روسيا، يعني خلينا في الاقليمي، ايران وتركيا ليهم تمركزات، ده مع نظام الاسد في مناطق، وده في مناطق في شمال سوريا، تركيا يعني في مناطق في شمال، بيحطوا اقدامهم وليست سيطره كامله، دي مواطئ اقدام فقط. الولايات المتحده متواجده بشكل رمزي، يعني بيتكلموا في 1000 جندي، يقول لك قاعده ايه ب 1000 جندي؟ انت حاطط بس كام ضابط وعسكري واليات علشان رمز الولايات المتحده موجود، ما حدش قرب من المنطقه دي لان امريكا تدخل معاه في حرب، انما هو رمزيا موجود مش اساسي. اللي موجود اساسي بقى هو روسيا، لكن كل طرف زي ما قلت حضرتك حاطط موطئ قدم تمهيدا لتسويه سياسيه. لكن روسيا ذهبت للقمشلي وحضرتك تعلم يعني، ما هو القمشلي اصل اغلبها اكراد. نعم. يعني هي القمشلي صعب، دي مدينه بجد بقى، سيبك راس العين وطلبها، دي حاجات اي كلام يعني خالص، وعلى الحدود مع تركيا حاجات رمزيه. قمشلي كبير، كوباني كبير، الرقه كبير، دي النقط الاساسيه. فالنهارده لما تيجي بقى كل الدول دي حاطه مواطئ اقدام ليه دلوقتي؟ لان اللجنه ولا بيسموها ايه الدستوريه بتاعت سوريا دي اللي منعقده هتعمل شكل من اشكال المستقبل السياسي لسوريا. كل طرف عايز يبقى له وجود يضمن مصالحه في هذه التسويه الجديد، ومع الاسف الطرف الغائب وليس له موطئ قدم في سوريا هو الطرف اللي كان يجب ان يكون له موطئ قدم، وهو الطرف العربي. وهنا يا استاذ احمد لو سمحت لي، لان انا شايف تطورات كتيره في المنطقه، في مناطق كانت خاضعه للنفوذ الايراني ومناطق خاضعه للنفوذ التركي. المناطق دي يبدو ان نفوذ الدولتين تحت تاثير الرفض الشعبي العربي في الدول دي ليه هتبقى فارغه اجلا ام عاجلا، يعني نفوذ المناطق نفوذ الايراني والتركي ستفرغ. مين اللي هيملى الفراغ السياسي؟ يعني في دوله زي العراق في نفوذ ايراني، وانا والناس يعني ناقص يرفعوا شعار احنا ضد الاحتلال الايراني، ولبنان نفس الحكايه، وليبيا كان فيها في وجود تركي موجود جنب. لما يختفي الوجود ده مين اللي هيملاه؟ لازم مشروع عربي. وانا مش بتكلم بقى عن مشروع نصيري، عشان الناس في ناس بتخلط الاوراق بقى وبتوع اللي متغطي بالامريكان عريان. طب ما احنا كنا متغطين بالاتحاد السوفيتي قبل 67 يعني حصل لنا ايه؟ فما فيش حد بيتغطى بحد، احنا نتغطى بجيشنا وبتمسك شعبنا فقط، لكن لازم عندنا رؤية استراتيجية لملء مناطق الفراغ السياسي اللي هتنشأ في المنطقة، ولا يجب أن تملأها قوة غربية أو شرقية أو إقليمية، ويجب أن يملأها نموذج ومشروع عربي حقيقي نابع من دول القلب وتحديدا من مصر ومن يريد أن يقف في صف
المشروع العربي الجديد. طيب استاذ محمد اسمح لي ان نحاول التعرف على وجهه نظر هذه المره تاتي من روسيا من موسكو مع الدكتور عمار قناه استاذ العلوم السياسيه. دكتور عمار، هل تخشى موسكو من ان يستخدمها بين قوسين يعني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في علاقاته مع الولايات المتحده كورقه ضغط، كهامش مناوره، سواء كانت في الاتفاقات التي تم الوصول اليها عبر تسيير الدوريات المشتركه او خلافه في مناطق الشمال الشرقي، فضلا عن منظومه الصواريخ اس 400 التي اعيد الحديث في خصوصها من جديد؟ تحياتي سيد الكريم. يعني نرى اليوم ان الموقف يعني التركي وموقف اردوغان هو يعني موقف مأزوم، وهو يعني اليوم امام معادلات يعني جديده، وباعتقادي انها ممكن ان تشكل يعني الخطوره الكبيره على المنظومه السياسيه التركيه اكثر من المصالح يعني التي تجنى اليوم يعني والتي نراها يعني بين منطقه جغرافيه او توغل في الاراضي السوريه. فيما يتعلق في روسيا، يعني هناك يعني ناهيك عن الاتفاقيات التي يعني ابرمت، وباعتقادي الدور الروسي يعني في منطقه شرق الفرات هو يعني الدور العسكري الضابط للاستقرار، والذي يكفل باعتقادي يعني حتى للاكراد يعني الامن والحمايه وعدم يعني تمادي اردوغان في تلك المناطق، هذا من جهه. واليوم يعني نرى ان التواجد العسكري الروسي في تلك المناطق هو يعني بالتنسيق مع الدولة السورية. لكن لماذا تقول دكتور عمار انها ضمانة من هذا النوع اذا كان يمكن ان تتحقق الغاية التي يريدها اردوغان، بدلا من ان يدخل بخيار عسكري مباشر سيدخل وتتحقق له مطالبه عبر مفاوضات مباشرة او وساطة روسية؟ سيدي الكريم، يعني انا لا اؤيد هذا الطرح، وذلك بانني اعتقد يعني واثق ان حتى مساله التواجد العسكري التركي في سوريا هو يعني هي مساله مرحليه مؤقته لا اكثر ولا غير، وذلك يعني المعادلات السياسيه القادمه هي التي يعني ستفرض الواقع السياسي يعني الجديد، وهو يعني خلو المنطقه السوريه من التواجد العسكري، وهذا يعني ما صر عليه يعني الرئيس بوتين وصرح عنه اكثر من مره من خلال يعني تصريحات بشكل معلن. بشكل معلن تقريبا هذه الروايه التركيه ايضا، اننا لا نستهدف وجودا طويلا، لكن هذه ايضا روايه محل شكوك الا اذا كان الرئيس بوتين اخذ تطمينات في هذا الخصوص. استاذ محمد، الوجود انا ساعود فقط استاذ محمد مصطفى في الاستوديو لو سمحت، القضيه المرتبطه بان الوجود التركي وجود مؤقت عارضا لا يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية ولا يستهدف بقاء طويل الأمد، الأمر مقنع أو واقعي بالنسبة؟ لا، هو طبعا بيستهدف تغيير الطبيعة الديموغرافية، ده أمر أساسي يعني، ده ليس فيه أي نقاش. إنما البعد الثاني بقى بتاع دائم أو مش دائم، ده بيرتبط بالحجة. خلي بالك تركيا عضو في حلف الناتو، حتى لو لعبوا اللعبة مع روسيا، وطبعا هم ميراثهم مع روسيا ميراث عصيب يعني، فانا لا اتصور ان ترتقي العلاقه لاحقا الى تحالف. هم يقولوا اللي هو عايزينه، يعملوا اجراءات هم عايزينها، لكن في ميراث تاريخي مهم يعني ممكن يبقى نتطرق اليه لاحقا. انما هم دوله عضو في حلف الناتو، فاحد مبررات الناتو ايه؟ ان هناك تمركز عسكري روسي داعم لبشار الاسد. طب انت بتقول لي القوات التركيه تطلع والقوات الامريكيه تطلع، طب ما تقول للقوات الروسيه والقوات الايرانيه تطلع، وبالتالي ده يؤدي عمليا الى ان كل الاطراف تبقى موجوده عسكريا على الارض حتى لو باختلاف النسب، يعني واحد يبقى مسيطر على 10% من الارض، واحد يبقى مسيطر على 80%، لكن كله حاطط مواطئ اقدام، لان سوريا استراتيجيا مهمه جدا. ولا اتصور ان روسيا يمكن ان تتخلى عن سوريا. سوريا مهمه استراتيجيا جدا لروسيا، وعلاقاتهم تاريخيه ومهمه، وللحقيقه الروس دعموا سوريا في فترات حالكه جدا جدا، وان كان في فتره ما قد تكون فيها يعني السياسه رخوه شويه، قدرت الدول اللي هي زي تركيا وفرنسا، بالمناسبه انت عارف ان نص الدواعش اللي ماسكهم الاكراد فرنساويين، نصهم. والجيش السوري الحر ده فرنسا اللي كانت بتموله بالسلاح، يعني اولاند ده رئيس اولاند ده كان اعلن رسميا انه سيمد الجيش السوري الحر بالسلاح. فالتمركز الروسي مهم وداعم، والنظام السوري اللي هو في ايده القرار الرسمي هو بيرى ان وجود روسيا ده بقرار رسمي، وبالتالي ده قانوني. الاطراف الثانيه مش بموافقه متواجده، لكن ليس بموافقه النظام الرسمي السوري. وهذه هي الحجه الرسميه التي فيها تحدث الحكومه السوريه عن مساله العلاقه مع الروس وغيرهم من داعمي الحكومه، انها دعوه من الحكومه الشرعيه. دكتور عمار،
الولايات المتحدة لم تعترض على التفاهم الروسي التركي فيما يتعلق بالفصائل الكردية في الشمال الشرقي، ومن قبلها روسيا لم تكن قد اعترضت على الاتفاق الأمريكي التركي، اتفاق 120 ساعة. من الذي يصيغ منطق التموضعات أو التمركزات في مناطق الشمال الشرقي؟ روسيا مع الأتراك ولا الولايات المتحدة مع الأتراك؟ سيد الكريم، يعني إذا نظرنا للجغرافيا السياسية والجغرافيا العسكرية لسوريا في المنطقة، يعني في المراحل الأخيرة منها، يعني رأينا أن هناك يعني منطقتان أو ممكن اعتبارهم يعني ملفان، وهما لغاية الآن يعني في حالة عدم الحل، وهي منطقة إدلب، وهي يعني خاضعة لمسألة مناطق خفض التصعيد ضمن الإطار المعروف إطار أستنا. المنطقة الأخرى وهي يعني شمال شرق الفرات، وهي يعني يجب أن لا ننسى أن يعني القرار السياسي فيها هو كان يعني من البداية وجزئيا لغاية الآن هو مرتبط يعني يعني الولايات المتحدة، ورأينا أن يعني أردوغان حاول ويحاول لغاية الآن يعني التنسيق ما بين يعني الولايات، ما بين دوره يعني في شرق الفرات مع الولايات المتحدة وملف إدلب مع لا، أنا لست في وارد الحديث عن إدلب. إدلب هذه ربما من يمتلك زمام الأمر فيه بشكل أكبر الروس بالتنسيق مع الحكومة السورية طبعا، لكن أنا أتحدث عن مناطق الشمال الشرقي وعن رأس العين وتل أبيض عين العرب كوباني، نعم، وصولا إلى القامشلي وربما الحدود العراقية. سيد الكريم دعني أكمل، يعني كنت في قبيل يعني الوصول لهذه المسألة، فرأينا يعني من الأهداف يعني المعلنة لأردوغان وهي يعني إعادة اللاجئين لتلك المناطق يعني من خلال توفير هذه المنطقة الآمنة، وبالنسبة لي لا أعتقد أنها يعني ستكون هذه المنطقة الآمنة، ولكن من السهل جدا أن تكون يعني المنطقة الأكثر خطورة على يعني على سوريا وعلى الإقليم وأيضا يعني على العالم بشكل عام، وذلك بأنه في محاولة منه لإعادة ليس فقط يعني اللاجئين ولكن التنظيمات الإرهابية المتواجدة يعني في مناطق إدلب وريف إدلب، وهذا ما يشكل يعني خطورة اللعب يعني على هذا الحبل. ولقد سمعنا من أردوغان يعني إذا قبل فترة كان يلوح بالورقة اللاجئين، الورقة الابتزازية يعني لأوروبا، فالفترة الأخيرة بدأ يلوح بالأوراق الداعشية، فإذا هو يعني يمتلك هو لم يعد الأمر تلويحا دكتور عمار، لأنه بالفعل أرسل، وهو سؤال للأستاذ محمد مصطفى، قبل أن يتوجه الرئيس التركي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بنحو 48 ساعة كان قد أرسل أول أحد المصنفين بأنه داعشي أو إرهابي من حملة الجنسية الأمريكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ينظر أمريكيا إلى أمر من هذا؟ هو مش المشكلة في ده كلام غير مؤثر، يعني تسليم اللي هم دواعش اللي هو بيقول أنا حاطط إيدي عليه ده كلام هامشي، انما كونه يبعت لاجئين ويحط في وسطهم دواعش ده كلام الخطير. لكن قضيه ده لسه ما حصلش لحد دلوقتي، قضيه استعاده المقاتلين الاجانب هذه قضيه بالنسبه للاوروبيين قضيه صعبه ومعقده. لا هم كانوا بيحاولوا يوقفوا الموضوع بدري، لكن هو في الواقع حاجه من الاثنين، يا يتحكموا في الدول اللي نفذوا فيها عمليات ارهابيه زي سوريا او العراق، يا يتحكموا في دولهم اللي بينتموا ليه. ده موضوع حكومات دولهم ترفض، ما هو مين اللي هيتحمل مسؤوليتهم. انا مش شايف ان دي ورقه يعني هو استخدمها، لكن احنا مش لازم نهتم بيها، ده لعبتهم هم مع بعض، هم يعيشوا فيها مع بعض، لان زي ما قلت حضرتك ما هو كل دول اوروبا كانت عايزه تتخلص من الدواعش او من الجهادين التكفيريين بارسالهم للشرق الاوسط يولعوا في المنطقه، ما دي حقيقه. هو ضحك عليهم وخد دوله في جيبه في الاخر اردوغان، ودلوقتي بيرجع لهم شويه بشويه. لكن الاخطر لو بعت اللاجئين وحط في وسطهم دواعش والناس ما تعرفش بقى ده داعشي مش ده ملف كبير، لكن كل ملف فيه قصاده ملف تاني، يعني كل ورقه فيه قصادها ورقه تاني. مثلا يعني وان كان الاتحاد الاوروبي ما فيش دوله اتكلمت عنها لحد دلوقتي، ده فيه 5 مليون تركي عايشين في اوروبا. عارف حضرتك لو ضغط على الاتراك للعوده لتركيا ده انهار اردوغان وانهارت تركيا. 5 مليون تركي ونسبه كبيره منهم من الاكراد، يعني ممكن يغيروا التركيبه السكانيه في نص مساحه تركيا. ففي اوراق كتير، لكن قرار التصعيد بقى، ما انا بقول لحضرتك دول عضو في حلف الناتو. دلوقتي بوتين بذكائه قدر يدس سم عدم الثقه داخل حلف الناتو، يعني باللعب اللي بيلعبه مع اردوغان ده في عدم ثقه، واتصور انه لا حل نهائيا لملف هذا القدر من انعدام الثقه داخل حلف الناتو بسبب تركيا اردوغان سوى اخراج اردوغان من المعادله السياسيه. المشكله فين بقى يا استاذ احمد لو سمحت؟ المشكله هنا فين؟ مين اللي واقف بقى للقصه دي؟ مين اللي مانع انهيار اردوغان؟ مين
اللي عايز يبتز أوروبا عشان تدفع لحلف الناتو أكتر؟ مين اللي مش عايز أوروبا تبقى خصم اقتصادي أو منافس اقتصادي أكثر قوة؟ الولايات المتحدة بتاع ترامب. فعشان برضو نفهم الثوابت القديمة كلها اتغيرت، يعني أمريكا والاتحاد الأوروبي ما بقوش في كو واحد، لا دي مصالح اقتصادية متنافرة. يعني شوف حضرتك لما يطلع ترامب يقولك لا من حق أردوغان يرجع لهم اللاجئين، الله، هو أنت بتضغط عليهم وبعدين يجي قبلها يقولك لا ده ما بيدفعوش كويس حصصهم في حلف الناتو؟ كل ورقة ليها ورقة. ممكن، وإحنا سمعنا الرئيس الفرنسي ماكرون بيتكلم من فترة بيقولك إحنا لازم جيش أوروبي موحد. وأتصور أن الأمور، ودي جملة شديدة الخطورة بقى، لازم أن الأمور قد تفضي في النهاية لاتجاه التاريخ، وهو عودة تسلح الجيش الألماني كما يجب أن يتسلح. هي تطرح في إطار بعض المقاربات النظرية، لكن استحياء، لكن للتوازن ألمانيا بالوضع العسكري هي بتصنع أسلحة رهيبة، لكن هو مش قادر يستخدمها. المنطق اللي حضرتك تحدثت بيه بالاشاره لما ذكره الرئيس مانويل ماكرون، قال بالفعل ان حلف الناتو في حاله موت سريري، وهذه الرساله التي اراد الرئيس الروسي وحده ان يعني يتلقفها وبنى عليها، وقال انه بالفعل حلف الناتو لم يعد حلفا يمكن الوثوق به. دكتور عمار، العلاقه مع تركيا كما تتصورها روسيا، رغبه في الا تستاثر الولايات المتحده الامريكيه بالاتراك منفردين، ولا رغبه في ان يكون لها موطئ قدم حتى لو كان من باب المناكفه مع حلف الناتو؟ ما هو الاساس الذي تقوم عليه الشراكه او التحالف وان كان ضيقا بين انقره وموسكو؟ يعني التحالف اليوم يعني ممكن نعته جزئيا بالاستراتيجي ما بين يعني موسكو وانقره، وذلك بناء على المعطيات اولا يعني الاقتصاديه الاستراتيجيه، كما يعني يعلم الجميع ان يعني خط السيل الجنوبي الغاز الروسي لاوروبا هو قد يعني تم الجزء الكبير يعني عبر تركيا منه، هذا اولا. وايضا هناك يعني محطه توليد الكهرباء الذريه التي تبنيها روسيا هناك، والمصالح يعني اليوم ما بين روسيا وتركيا الاقتصادية هي كبيرة جدا. سياسيا هي متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا يعني في سوريا، وذلك يعني الهدف الأول والأساسي حتى للتواجد ولدخول روسيا، لا ننسى يعني المعادلة السورية أو الشرق أوسطية هو كانت مكافحة الإرهاب، ولا يمكن الحديث اليوم عن استقرار لسوريا وجزئيا للشرق الأوسط بدون الاتفاقيات التكتيكية مع يعني النظام التركي، وخاصة أنه يعني هناك مسافة طويلة حوالي يعني 800 كيلومتر ما بين سوريا وتركيا، ورأينا يعني في السنوات السابقة كيف كان الموقف التركي، ومن ثم يعني الاستدارة الكاملة بعد إسقاط الطائرة المقاتلة الروسية. فقد كانت يعني لدى أردوغان باعتقادي في البدايات يعني مراهنات أيضا على يعني حلف الناتو على الطرف الأمريكي، ولكنه يعني لم يتلقى أي مسألة إيجابية، فكانت هذه الاستدارة. روسيا تتعامل مع جميع الأطراف اليوم في الشرق الأوسط، لكن يعني دكتور عمار، روسيا لا تخشى تقاربا أمريكيا تركيا في أي من الملفات التي قد تنشط روسيا خلالها مثلا، أو لا تخشى أن يستعيد حلف الناتو تركيا مجددا؟ سيد الكريم، يعني منذ البداية يعني منذ الأزمة ومن يعني روسيا تعي تماما أن يعني تركيا هي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة وجزء لا يتجزأ من حلف الناتو، وهي ثاني قوة عسكرية في هذا الحلف. روسيا تفهم جيدا، ولكنها يعني تبني معادلاتها السياسية كما نرى يعني من خلال يعني البراغماتية، من خلال العمليات التوازنية، وأيضا يعني من خلال التشاركية السياسية. لا تريد روسيا اليوم يعني أي تصعيد مع أي طرف كان، هناك يعني علاقات إيجابية مع روسيا، وأيضا يعني تعي أن العلاقات الآن متوترة مع الولايات المتحدة. ممكن القول يعني نسبيا هناك رضا يعني على عدم وجود توافق كامل ما بين تركيا والولايات المتحدة، ولكن هذا يعني لا يمكن أن نقول أنه يعني روسيا هي كانت وراء هذه العملية. وكما تفضلتم أنت وضيفك الكريم أن يعني حلف الناتو باعتقادي أنه يعني مدة فعاليته أو صلاحيته هي قد انتهت، ولكن المعضلة الآن يعني ما هو ما بعد الناتو، وما يعني يجب أن يعني قد يبدو من المبكر طرح تساؤلات مرتبطة بما بعد الناتو. لكن أستاذ محمد، وحضرتك تتحدث عن مسألة أيضا بدت لافتة للغاية، أن الرئيس الأمريكي قد يستعمل الأتراك أصلا كورقة ابتزاز بين قوسين كما فهمت الاتحاد. هو ترامب لازم نحلل كلامه كويس قوي، ما ناخدوش كده ان ده راجل بقى اوفر. يعني
يعني هو مثلا يقول لك هو عايز يستدرج روسيا للمستنقع، قالها كده بشكل غير مباشر، عايز يستدرج روسيا لمستنقع لا مخرج منه في سوريا. وقال انا كنا بنقول قبل كده على دول الاتحاد السوفيتي، ما بقيناش نقول الاتحاد السوفيتي، بقينا نقول روسيا. ليه؟ لانهم دخلوا افغانستان وانتهى بسبب الاستنزاف للاتحاد السوفيتي في افغانستان، الاستنزاف الاقتصادي، انتهى الاتحاد السوفيتي اصلا وبقت روسيا. هو دلوقتي بيقول نفس الكلام، هو متصور انه هيستدرجهم. ايه الخطوات القادمه اللي هيلعب بيهم؟ عمليا لم يعد الامر مستنقعا وتحول الى يعني مجال حيوي، مجال حيوي روسيا. لا هو متواجد، لكن كل الامور ممكن تتصاعد، يعني الملفات كلها مفتوحه، انهي اللي هيعلى وانهي اللي دي اداره عمليات زي الشطرنج، كل دوله واخده. وانا كنت قلت قبل الشطرنج فيه عده مواقف، يا تبقى بوزيشننج متمركز، يا دفاعي، يا هجومي، يا تكتيكي، تمام؟ وانت بتلعب تكتيكي تتوقع اي حد يلعب معاك تكتيكي او يلعب معاك هجومي. ده اللي حصل في سوريا بالظبط، يعني من غير ما نقولها بقى بتفصيل اكتر. لكن هو متواجد، طالما متواجد والتواجد ده ممكن او مرشح للتصاعد عددا وتمويلا وتسليحا، يبقى من الممكن استدراجه لمستنقع. خلي بال حضرتك وانت اشارت الموضوع الطياره او اشيره في الحوار مع ضيفك الموضوع، هو ما كانش موضوع طياره بس، ده موضوع طياره، موضوع قتل السفير الروسي. يعني هو ابتلع، بوتين ابتلع تصرفين مهينين للدوله الروسيه. ليه؟ لان امامه هدف اكبر، وهو القضاء على حلف الناتو. هو عايز يقضي على حلف الناتو، وترامب عايز يستدرجه لمستنقع شرق اوسطي لا مخرج منه سوى بانهيار روسيا، اللي هي اصلا عليه عقوبات امريكيه وغربيه دلوقتي. فالجيم شغال، وبتاع تركيا ده متصور انه هيلعب على التناقضات دي، وهيلعب ايضا على التناقضات بين دول الاتحاد الاوروبي مع اتجاه بريطانيا للخروج، وفرنسا والمانيا بس هم اللي بيحركوا المساله، والتناقض بين الاتحاد الاوروبي وبين الولايات المتحده. ودي السياسه العثمانيه اللي هي السياسه عاليه المخاطر، بيعمل نفس القصه، دخل في اللعبه مش واخد جنب بقى ويقول له سيبهم يعيشوا مع بعض وانا ابقى اخد اي حاجه في الاخر. لا، هو داخل بنفسه وبمبادرات، واتصور لان الضغط الداخلي عنده كبير، وافتراق العنصر الكردي عن دعمه اصبح واضحا، اتصور ان الامر سيؤول في النهايه لانهزام بشكل او باخر يؤدي به لاتفاقيه اكثر اذلالا من اتفاقية أو معاهدة لوزان، اللي المفروض هتنتهي إمتى يا أستاذ أحمد؟ بعد أربع سنين من دلوقتي. طيب دكتور عمار، يعني المسألة أيضا قابلة لأن تستقبل تساؤلات من نوعية إذا ما كان هناك تنسيقا ضمنيا بين روسيا والولايات المتحدة بخصوص الورقة التركية، لأن تؤدي تركيا دورا وظيفيا، أو إذا كان العكس أن تركيا هي التي كما قال الأستاذ محمد في الاستوديو هي التي تناور على مسألة التناقضات الروسية الأمريكية لمحاولة الاستفادة، ولو كان ذلك حتى على مستوى التموضع في بعض المناطق كما جرى في الشمال الشرق السوري. إلى أي الوجهتين حضرتك تميل؟ سيد الكريم، يعني أنا أرجح ما تفضل به يعني ضيفك الكريم، وهذه يعني السياسة هي ليست جديدة، وهي جزء يعني من السياسة الخارجية العثمانية القديمة، وهي يعني اللعب على التناقضات. ولكن يجب يعني أن نعي مسألة، يعني اللعب على التناقضات تحكمه يعني ظروف إقليمية ثابتة يعني ومحددة، وهناك أيضا يعني أفق زمني لكل هذه العمليات. ولا أعتقد يعني أن سيستفيد الكثير يعني من هذه يعني العمليات السياسية، أو أنه يعني في محاولة للعب مع الطرفين. التوافق الروسي الأمريكي يعني باعتقادي بشكل عام يعني الغير المعلن هو طبعا يعني موجود، وممكن القول يعني أنه تحت الطاولة، أو يعني وقد صرح عنه أكثر من مرة يعني الرئيسين يعني ترامب وبوتين. ولكن اليوم يعني الخطورة في يعني مثل هذه. طيب دكتور عمار معلش، يعني التنسيق الأمريكي الروسي سواء كان مباشرا أو غير مباشر هو الذي أفضى إلى ما أرادته تركيا في الشمال الشرقي، ولا التناقضات الروسية الأمريكية هي التي أدت إلى هذه النتيجة؟
لا سيد الكريم، يعني هنا المسألة يعني تختلف باعتقادي، أنها يعني كل هذه يعني ما حدث من عمليات سياسية وعسكرية هي لم تكن يعني مسبقة مبيتة أو متفق عليها. لا ننسى أن هناك يعني عمليات عسكرية، عمليات سياسية حيوية، وهذه يعني الأمور يعني خلال أيام ممكن أن تتغير جزئيا في أحد المواقع، فيضطر يعني أحد الأطراف للاتفاق مثلا بشكل آخر، وذلك بناء على الأهداف الاستراتيجية الموضوعة يعني مسبقا. فلذلك أنا لا أعتبر يعني اليوم يعني تركيا هي الطرف الأساسي يعني في هذه المعادلات. لا ننسى أن يعني روسيا وأمريكا هي أطراف جيوسياسية، تركيا طرف مأزوم إقليمي، وأيضا يعني حتى الطرف الروسي يعي هذه يعني الأزمة الداخلية لأردوغان، الأزمة التي يمر فيها إقليميا ودوليا، وعمليات التصعيد التي رأيناها بين مد وجزر، ما بين تركيا والمنظومة الأوروبية، بين تركيا والولايات المتحدة. ولكن هناك نقطة يجب أن يشار إليها، أن روسيا يعني تحاول قدر الإمكان عدم التدخل في العلاقة الأمريكية الروسية. وفي عجالة أود أن أعقب فقط على ما تكلم فيه ضيفك حول يعني المستنقع يعني السوري والتشبيه بمسألة يعني التواجد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. لا أرى أن هذا يعني ممكنا، وذلك لا ننسى أن المنظومة الجيوسياسية كانت أحادية القطبية في تلك الفترة، ولكن اليوم نحن أمام منظومة تعددية جديدة. هناك يعني الطرف الصيني اللاعب ممكن نقول يعني هو والواقع السوري، والواقع السوري بدأ مختلفا إلى حد كبير عن أفغانستان دكتور عمار. طبعا يعني المقارنة والمعادلات الجيوسياسية هي مختلفة، والتغيرات أنا عما ذكرته دكتور عمار في مسألة أن روسيا قد لا تبالي كثيرا بالتقارب الأمريكي التركي. أستاذ محمد، هل بالفعل روسيا لا تبالي بهذا؟ بص يا أستاذ أحمد، هنفتح ملف تاني يعني، معلش بس الحلقة بس هنضطر نضغط شوية ملفات كده عشان نقول. في ملف ظريف جدا اللي هو الأهم اللي عليه القصة دي كلها، هو ترامب طلع قال لك أنا قاعد فين؟ عند الحقول اللي هي أصلا ملهاش يعني بتطلع إنتاج برضه مش ضخم، ما هوش في الخليج مثلا. إنما الملف الأخطر إيه؟ كانت الخطط القديمة في ملفات الغزو والنفط إن كل الأنابيب اللي جاية من روسيا وآسيا الوسطى وأنابيب الغاز، أنبوب الغاز اللي جاي اللي هيجي من قطر وأنبوب البترول اللي جاي من إيران، كل ده يعدي من سوريا، تركيا، بعدها أوروبا. نعم تمام؟ بالوضع اللي وصل ليه الحال في سوريا المشاريع دي وقفت. حتى لو نتذكر كان في خط أنبوب الغاز المصري اللي كانوا هياخدوه عندهم دلوقتي يعدي من يبقى ماسك كل الانابيب عنده في تركيا. تمام، دلوقتي بقى في مسار بديل، مسار اقليمي بديل اللي هو بتاع شرق المتوسط. يبقى روسيا اللي كانت بتخنق اوروبا وتضغط على اوروبا بالغاز، ويظهر ملف زي اوكرانيا اللي كانت في يعني موضوع اوكرانيا برضو مرتبط بقصه الغاز والنفط. الملف ده شديد الاهميه في الفتره القادمه، وهيكون له تاثيرات إما على مزيد من انخراط بعض الأطراف الدولية في الملف السوري، أو مزيد من التراجع لتواجد بعض هذه القوى الدولية أو الإقليمية في الملف السوري، وده مرشح بقى للتصاعد والعلو والنزول بشكل يحكمه فقط قدرة كل طرف على لعب الشطرنج السياسي بشكل أكثر رشدا أو أقل رشدا. دكتور عمار، في مسألة الحديث عن ما جرى في سوريا، وحضرتك كنت تنفي أي تشبيه بواقع سوريا مع واقع أفغانستان قبلا، هل تتعامل روسيا مع الواقع الحالي باعتبارها مرحلة جني الأرباح الحتمية التي ستتعامل معها، ولا هذا إذانا بدخول مرحلة جديدة ربما يكون فيها صراع حتى وإن لم يكن عسكري؟ باعتقادي ان يعني روسيا تمر اليوم يعني خاصه في يعني في الشرق الاوسط وفي سوريا، طبعا هي مرحله جديده ليست فقط لروسيا ولكن لجميع يعني الاقطاب الجيوسياسيه وخاصه الاقطاب الاقليميه في الشرق الاوسط. الحديث اليوم يعني يجري عن تحالفات جديده، عن ائتلافات جيوسياسيه قادمه. راينا يعني ما تعمل به اليوم روسيا من تشكيل يعني وتعزيز العلاقات
العلاقات الاقتصادية والسياسية بناء على المصلحة المشتركة. يعني قبل فترة قصيرة رأينا في سوتشي في في في, في روسيا يعني روسيا وإفريقيا، رأينا البارحة يعني الحديث وما تم يعني الاتفاق عليه حول مجموعة البريكس في البرازيل. اليوم يعني العالم كله يمر في هذه المرحلة الجديدة، هناك أطراف قد تورطت في أكثر من أزمة إقليمية، والآن هي تجني يعني ما ارتكبوه يعني من أخطاء، وأخطاء ليست فقط سياسية ولكن أيضا يعني هي أخطاء استراتيجية. روسيا تسعى يعني ليس لتشكيل يعني دكتور عالم جديد، نعم، ولكن من العالم السياسي المتشكل، والذي يعني الأطراف هي ممكن أن تكون أطراف جديدة. الحديث يجري عن الصين، يجري عن الهند، عن صياغة المجتمع الدولي الجديد. هذا كان حديث قبل انعقاد قمة البريكس لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وتحدث في بعض المعطيات التي أشرت إليها. شكرا جزيلا لك دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية عبر خدمة سكايب من موسكو. أشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكر حضراتكم أيضا على طيب المتابعة. ساعة جديدة تبدأ بموجز الأهم الأنباء مع دانا مدحت بعد دقائق بإذن الله.